هاشمين حتى رضيعي يفطمة سهم المنية وابقى بلا ناصر وحيد ولا ليمعين واوقف ونادي وعزوتي كلهم مطاعين إن كان ما ينتصر إلا بذبح الدين بالله خذيني يا سيوف وسمهري لولاك لولاك الفرض يا حسين ما تم إلك بقلوبنا منصوب ما تم وحق كبدك المنة ثلث ما تم ذبحك يا غريب الغاضرية هيا الذبحك يا غريب الغايا يا لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على آل محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا يا أرحم الراحمين الحدث ينقسم إلى أصغر وإلى أكبر الحدث الأصغر وهو الذي يرفع عن طريق الوضوء مثل خروج الريح والغائط البول هذه موجبات لماذا للحدث موجبات الوضوء أو أنها توجب ماذا؟ توجب الوضوء مثلاً أو مسببات للوضوء فهذا الذي يوجب الحدث يوجب الوضوء هو الحدث الأصغر فالحدث الأصغر يوجب الوضوء بينما الحدث الأكبر يوجب ماذا؟ يوجب الغسل مثل ماذا؟ مثل الجنابة الحيض النفاس بعض صور الاستحاضة مثلا إلى غير ذلك فهذه أمور
من موجبات الغسل. الغسل له كيفية، له غايات، له محرمات إلى غير ذلك. الآن ما هي كيفية الغسل؟ على فرض على أنه صار موجب من موجبات الغسل، فوجب عليه أن يغتسل، فما هي كيفية هذا الغسل؟ قبل الكيفية أكو هناك بعض الأمور، بعض المستحبات يلتفت إليها هذا الذي يريد أن يغتسل، هذا المكلف. الأمر الأول هو قضية الاستبراء، أنه يستبرئ، لأنه ربما في المجرى توجد بعض الأجزاء، فعن طريق البول تخرج ماذا؟ هذه الأجزاء. فلذلك ينبغي له قبل أن يغتسل، طبعا ليس على نحو الإلزام وإنما على نحو الاستحباب، أنه يستبرئ. والاستبراء عن الجنابة بماذا؟ استبراء عن الماني بالبول. والاستبراء عن البول بماذا؟ بالخرطات التسع. فعلا الآن مو الكلام عن الوضوء أو عن كذا، لا، كلامنا الآن عن الغسل. فينبغي له ماذا؟ أن يستبرئ عن الغسل بماذا؟ بالبول. زين، هذا ماذا فائدته؟ ما هي فائدته؟ له فائدة. هذا الشخص إذا أجنب واستبرأ قبل أن يغتسل، ثم اغتسل، ثم بعد ذلك خرجت مادة، ما يدري هذا ماني أو ماء، ما يدري أو سوائل أخرى، ها. الآن إذا استبرأ هذا المكلف، استبرأ بماذا؟ استبرأ، خلنا نفرض الآن استبرأ بالبول وبالخرطات التسع، وبعد ذلك خرج هذا البلل المشتبه، هذا يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه طاهر، خلاص هذا في أمان، هذا الذي يفعل هذا الاستبراء في أمان. المشكلة وينه؟ المشكلة هذا الشخص اللي ما يستبري، أجنب ومباشرة ماذا؟ اغتسل من غير أن يستبرئ بالبول ولا بالخرطات التسع. هنا المشكلة. هذا طبعا إذا ما خرج بلل مشتبه ما في مشكلة، لكن المشكلة إذا خرج بلل مشتبه، أنه بعد الغسل ورأى بلل، خرج منه بللا مشتبها، متيقن أنه خرج، خرج منه بلل مشتبه، الآن ماذا يحكم عليه؟ هذا بالنسبة إليه مشكلة. حتى لو صلى وخرجت منه هذه المادة، تعتبر هذه المادة نجسة، يعني عملها معاملة المن، لأنه لم يبل، فهذه المادة عملها معاملة المن، فتنجس ثيابه وعليه الغسل يغتسل، فيرتب هذه الأحكام. فإذن هذا فائدة قضية ماذا؟ قضية الاستبراء. فبالنسبة لمن يستبرئ هو في أمان، يحكم عليه بأنه طاهر. أما بالنسبة لمن لا يستبرئ فيحكم على أنه ماذا؟ هذا البلل المشتبه، أنه نجس، وبالتالي عليه ماذا؟ أن يغتسل، لأن هذا من يخرج هذا المن، فيعامل معاملة المن، والله العالم. زين،
طبعا إذا هناك نجاسة قبل أن يغتسل يزيل هذه النجاسة. إذا هناك حاجب يزيل هذه الحواجب حتى يكون غسله صحيح، لا يكون يغتسل عليه حواجب، لا، المكان اللي عليه حاجب يزيله يشيله خلاص. أكو هناك مستحبات قبل الغسل أيضا، قبل أن يغتسل يكون يغسل ماذا؟ يغسل يديه، قبل لا يغتسل يغسل يديه وليكن إلى المرفقين. هذا طبعا موضوع لأن سوف يأتينا بالنسبة إلى الجنابة ليس معها وضوء، ما يتوضأ الجنابة، صاحب الجنابة ما يتوضأ لا قبل الغسل ولا بعد الغسل. نعم يستحب له قبل أن يغتسل يغسل يديه إلى المرفقين مثلا، فيغسل اليدين، أيضا المضمضة ثلاث مرات والاستنشاق ثلاث مرات، هذه من المستحبات. التسمية بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الدعاء أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذه مستحبات ينبغي له أن يأتي بها. الآن نأتي إلى كيفية الغوص. أولا النية بأن يغتسل متقربا، بأن يغتسل غسل الجنابة مثلا أو كذا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث لو سئل ماذا تفعل يقول ماذا؟ أغتسل. شيء حاضر عنده، لو سألوا ماذا تفعل يقول أغتسل، ولا يوسوس، لا يصيب الوسواس ويجرجر النية مثل ما يقولون أن واحد أراد يغتسل وسواسي بعد وما يطمئن قلبه، إلا لما جاء أم العيال وقال اللهم إني أغتسل غسل الجنابة عن صاحبة أم هذا الولد وأم هاي العيال، لا إله إلا الله، سبحان الله. فإذا لا حاجة إلى الوسوسة، أنت منبعث وإن كنتم جنبا فاطهروا، أنت أجنب جاي ماذا تطهر؟ لن تغافل، لن تناسي، لن تسائي، ومو قصدك بعد مصالح دنيوية وكذا، قصدك وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالغسل فتغتسل، هذا يكفي. الجزء الأول في قضية الغسل هو غسل الرأس مع الرقبة، يكون أول ما يبدأ في الغسل يغسل ماذا؟ يغسل رأسه مع الرقبة، ومو المراد بالرأس اللي عليه الشعر فقط، لأن الرأس يختلف من مورد لمورد، فرأس الحاج أو رأس الصائم ورأس المجنب ورأس كذا، يعني أكو هناك اصطلاحات. فالآن بالنسبة إلى رأس المجنب طبعا هذا الذي عليه الشعر والوجه والأذنين العنق، هذا كله يعتبر ماذا؟ رأس، فلا بد أن يغسل جميع الرأس. ولاحظ إذا أكو هناك مثلا حواجب، إذا هناك مثلا كحل حاجب أو ما شابه ذلك يكون ماذا؟ يزيل هذا الحاجب. زين، هل يجب غسل البواطن؟ يعني لازم يفتح عيونه في الماء ولازم يدخل الماء إلى أنفه أو إلى فمه؟ لا، البواطن لا يجب ماذا؟ غسلها. وإن قلنا باستحباب ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، هذا شيء مستحب إلا أنه ليس بواجب.
الواجب أنك تغسل ماذا؟ الرأس مع الرقبة، هذا الأمر الأول. تغسل الأذنين، أما بعد تفرغ الماء داخل الأذن هذا مو واجب. الظاهر هذا الظاهر هو الذي تغسله فقط، أما البواطن ليس عليك تحصيلها، وليس عليك أن ماذا توصل الماء إليها، عليك فقط غسل ماذا؟ غسل الظاهر. وذكرنا بالنسبة إلى الغاسل هو تحريك الماء من مكان إلى مكان. عندك هذا الماء مو مثل الدهن، تدهن أو عندك خلقة مثلا خرقة مبللة وتمسح بها، لا، تسبغ الماء. عندك مثلا ماء وكذا، هذا الماء تجريه، يجري هذا الماء يجري على الرأس وعلى الرقبة وعلى الوجه وكل الأجزاء. وليكون مقدار شيء بسيط ما تغسله، يقولون تحت كل شعرة ماذا؟ جنابة. ليكون يبقى شيء ما تغسله، جميع الأجزاء لابد من ماذا؟ من غسلها. البشرة كلها تغسلها بعد. زين، فإذا الرأس مع الرقبة هذا أولا. بعد ذلك تغسل ماذا؟ الجانب الأيمن. من وين لوين؟ من الكتف إلى أخمص ماذا؟ القدم. فالنص الأيمن تغسله بأكمله. ويقولون بالنسبة إلى العورة تغسلها مع الجانبين، تغسلها مع الجانب الأيمن وأيضا تغسلها مع الجانب الأيسر. بعد التنصيف مشكلة هنا، فتغسلها مع الجانبين. سيد فضل الله يقول أنت متخير، تغسلها مع الجانب الأيمن، تغسلها مع الجانب الأيسر بكيف كان. سيد، فإذا غسل الجانب الأيمن من الكتف، ويستحب أنك ماذا؟ تخلل باليد، مو واجب، لأن الواجب الغسل. وحتى لو وضعت مثلا الجانب تحت الماء، حتى لو مثلا أنت ما حركت الماء وكذا، أهم شيء ماذا؟ يتحقق الغسل بقصد النية، هذا يكفي. حتى لو ما مسحت بيدك، لكن الأحسن أنك تخلل بيده على أساس الأماكن كلها ماذا؟ يصل إلى لها الماء. أما لو تيقنت وصول الماء حتى من غير تخليل، بس قصدك هذا يكفي. ولذلك عندنا كيفية ارتماسية، ترتمس بالماء وانتهى الموضوع. عندك ماء بركة سباحة مثلا، تنوي أنك تغسل غسل الجمعة أو أنك تغسل غسل الجنابة، وترمي بنفسك دفعة واحدة في ماذا؟ في الماء. فبالتالي هذا وإيش؟ أنت بعد لا خللت ولا كذا، تحقق الغسل وكفى. فإذا غسل الجانب الأيمن من الكتف إلى أخمص القدم، ليس معنى كلامي على أنه يجب ماذا؟ أن تغسل من الأعلى إلى ماذا؟ إلى الأسفل. لا، مو واجب عليك. لو عكست هذاك بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا ما يجري في ماذا؟ في قضية الغسل. الغسل غسلت من الأسفل إلى الأعلى، أو من الأعلى إلى الأسفل، أو من النص مثلا، أو من الجانبين، ما في مشكلة. أهم شيء يتحقق الغسل بالنية متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وحينما تفرغ من غسل الجانب الأيمن، تغسل الجانب ماذا؟ الأيسر. نفس العملية أيضا. وهنا سؤال، هل يجب الترتيب بين هذه الأعضاء الثلاثة، الرأس والرقبة، الجانب الأيمن، الجانب الأيسر، اشترط الترتيب أم لا يشترط الترتيب؟ طبعا الاحتياط، إذا واحد يريد يحتاط وش يسوي؟
يرتب أنه يغسل الرأس مع الرقبة ثم مو فرق بين الواو وبين ثم. ثم تفيد الترتيب، الواو لا تفيد ماذا؟ الترتيب. فالذي يريد الاحتياط يستخدم ثم، يعني يغسل الرأس مع الرقبة وبعد ذلك يغسل ماذا؟ الجانب الأيمن، وبعد ذلك يغسل الجانب الأيسر. هذا الذي يريد الاحتياط. وهناك مجموعة من الفقهاء ذكروا هذا الترتيب، ولعل منهم السيد الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، والسيد الخامنئي أيضا، ما أدري الشيخ حسين بعد العلامة لعله كذلك، بس ما أنا متأكد، بس على يمكن على نحو الاحتياط أو شيء كذا. المهم أكو هناك فتوى عند بعض واحتياط عند آخرين بقضية ماذا؟ بقضية الترتيب. وهناك من لم يرى الترتيب، لكن ها بين الرأس والجسد، يعني الرأس مع الرقبة، هاي تقريبا أغلب الفقهاء، إذا مو كل الفقهاء، لابد من الترتيب. أول ما تبدأ تبدأ بماذا؟ مو في الغسل، مو في الغسل الارتماسي، ارتماسي بكيفك، الارتماسي بالطب على ظهرك مثلا، على رأسك ورجولك دفعة، ما علينا منها، هناك ما علينا منها. كلامنا في الترتيب، يقولون الأفضل هو أي أفضل، الغسل الترتيبي أو الغسل الارتماسي؟ يقولون الغسل الترتيبي هو أفضل من الغسل الارتماسي. زين، الآن بالنسبة إلى الغسل الارتماسي، الفقهاء حسب ما اطلعت على آرائهم لم أجد واحدا ما يشترط الترتيب بين الرأس والبدن. اللي اطلعت عليهم كلهم يشترطون ماذا؟ أنه لا بد من الرأس أولا، يعني لا بد أن تغسل الرأس مع الرقبة. مو تبدأ بالغسل، مو واحد الظاهر حسب ما ينقل إلينا الشيخ الجمري رحمة الله تعالى عليه، يقول جاء إليه في المسجد وقال له شوف يعني غسلي صحيح، قال له شلون تغتسل؟ قال أول ما أبدي بالنص الأيمن من الرأس، أغسل الرأس النص الأيمن كامل مع الجانب الأيمن بأكمله. قال لي حجي رحم الله والديك، قوم اطلع عن المسجد، قوم اطلع عن المسجد، لأن غسلك غير صحيح، غسلك باطل، وما يصير تبقى في وينه؟ في المسجد. يغسل أول شيء ماذا؟ نص الرأس فقط، نص رأسه يغسله مع الجانب الأيمن نصفه، وإذا فرغ منه بعد ذلك غسل الجانب ماذا؟ النص الأيسر من رأسه، ثم الجانب ماذا؟ الأيسر. هذا غسله باطل، مو صحيح. ها؟ وين عبادة صح هذا؟ أي عبادة صح هذه؟ فمشكل أمره. فلذلك لابد شوية الواحد يتعنى يتفهم هالأمور هذه حتى لا يقع في مثل هذه الأخطاء. فإذن لابد من غسل الرأس مع الرقبة، هاي رقم واحد. زين، الفقهاء الآن بالنسبة إلى الترتيب بين الرأس والجسد قلنا على خلاف، بعضهم من اشترط الترتيب لابد من الرأس والرقبة رقم واحد، الجانب الأيمن رقم اثنين، الجانب الأيسر رقم ثلاثة. وهناك من لم يشترط الترتيب بين ماذا؟ بين الجانبين، مو بين الرأس والجسد، لا يشترطون بين الرأس والجسد، لكن ما يشترطون الترتيب بين ماذا؟ بين اليمين واليسار. بدأت باليمين وبعدين اليسار فهو نور على نور، بدأت باليسار وبعدين اليمين ما في مشكلة، مرة واحدة الجسد مثلا عقب الرأس ما في مشكلة، نص الأيمن وبعدين ها نص البدن مثلا وبعدين ما في مشكلة، بأي نحو ماذا تغسله؟ أهم شيء أنك ترتب ما بين ماذا؟ ما بين الرأس والجسد. ولعل ممن لا يشترط الترتيب سيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، أيضا السيد السيستاني لا يشترط الترتيب، السيد فضل الله لا يشترط الترتيب، كل ما بين ماذا؟ ما بين الجانبين. فإذا الذي يريد الاحتياط أنه يغسل الرأس مع الرقبة، هذا رقم واحد، الجانب الأيمن بأكمله. ويقولون ها قد ما يغتسل خلي يزيد شوية،
هالحين حينما يغسل الرأس مع الرقباء بالضبط يعني وين الحد الواجب؟ ما يدري عنه بالضبط. فلذلك خلوا إيش يزيد شوي من الصدر، يغسل شوي من الصدر كذا من جميع الأجزاء من جميع الجهات، هلا يزيد. عندما يغسل النص الأيمن يأخذ من النص الأيسر ماذا شوية حتى الجزء المطلوب ماذا يكون يتحقق، من باب المقدمة المقدمة العلمية، حتى يتحقق عند العلم على أن النص كامل ماذا قد غسله. وكذلك بالنسبة إلى الجانب ماذا الجانب الأيسر، فيأخذ فيع من الرقبة ومن الجانب الأيمن وهكذا. عندنا شروط، تتذكرون ذكرنا للوضوء شروط، ذكرنا الوضوء شروط، نفس الشروط تقريبا اللي ذكرناها هناك في الوضوء، من طهارة الماء، إباحة الماء، زين، طهارة أعضاء الوضوء وغير ذلك. الشرائط التي ذكرناها هناك أيضا تجري ماذا؟ تجري في الغسل، تجري في الغسل. أكو هناك بعض الاختلافات بين شرائط الوضوء وشرائط الغسل، منها ذكرنا سابقا هناك يشترط ماذا بالنسبة إلى اليد مثلا من الأعلى إلى الأسفل، الوجه من الأعلى إلى ماذا إلى الأسفل، هذا ما يشترط في ماذا في الغسل. الغسل لو بديت الرقبة وبعدين الرأس ما في مشكلة، لو بديت الرجل وبعدين الكتف ما في مشكلة. فإذا من الأعلى إلى الأسفل غير مشترط في الغسل، بينما بالنسبة إلى الوضوء تقدم ماذا الاشتراط. هذا واحد. أمر آخر هو قضية ماذا الموالاة. خب الترتيب بينا الاختلاف ما بين الفقهاء، زين. بالنسبة إلى الموالاة هذه مشروطة في الوضوء، إنك تغسل وجهك مثلا وتغسل اليد اليمنى وبعدين ماذا تقعد مثلا تسولف وكذا ساعة ساعتين وتالي تقول يلا خلنا نغسل بعدين اليد اليسرى ونكمل الوضوء، لا هذا وضوء غير صحيح. ليش؟ لفوات الموالاة. فإذا تشترط الموالاة وهو التتابع، هذا في الوضوء، في الوضوء يشترط التتابع، بمعنى عدم ماذا عدم جفاف الأعضاء السابقة. هذا المعنى شرط في الوضوء لكنه لا يشترط في الغسل. لو واحد غسل الرأس والرقبة انقطع عليه الماء نص ساعة ساعة بعدين ماذا وصل الماء رجع الماء خلاص يقدر ماذا يغسل جانب الأيمن وغسل جانب الأيسر وكذا. ولذلك جينا مسألة هنا، جينا مسألة، لو أنه بعد الغسل وجد حاجبا، بعد الغسل وجد ماذا حاجبا لصقة مثلا، فهل غسله صحيح أم غسله باطل؟ وماذا يعمل؟ ماذا يفعل؟ بعد الغسل وجد هذا الحاجب. طبعا ما بيصير الغسل تام، لأن احنا قلنا الغسل التام لابد الماء يصيب ماذا كل البدن، كل الجسد، كل البدن، لأن الظهر كلمة الجسد تستخدم للميت، جسد الميت، البدن للحي إن شاء الله. زين، فإذا لابد أن تصيب كل البدن، الماء لابد أن يصيب كل البدن ولا مقدار شعره، لابد أن يصيبه الماء. زين، فالآن إذا وجد هذا الحاجب ماذا وظيفته؟ اغتسل. لما فرغ من الغسل وجد هذا الحاجب، على لصقة مثلا، لصقة، حاجب، زين،
الآن السؤال الأول اللي تقدمون إليه يقول لي تقلد من؟ تقلد من؟ لأن هناك من يشترط الترتيب وهناك من لا يشترط الترتيب. خلنا نشوف بالضبط أنه يرجع إلى من من الفقهاء؟ زين، يرجع إلى من يشترط الترتيب أو لمن لا يشترط الترتيب؟ ثم نسأله هاي اللصقة وين صايرة؟ في البدن، وإذا في البدن الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر؟ خب إذا في الرأس يعني في وجهه مثلا أو في رقبته، ولا شيلها وغسل مكانها، مو شرط تغسل الرأس كله لأنه لا يشترط الموالاة، مكان اللصقة بنية الغسل تغسل مكانها وتعيد ماذا؟ غسل البدن، غسل البدن. الفقيه اللي يقول بالترتيب يلا غسل الجانب الأيمن وغسل بعد ذلك الجانب ماذا؟ الأيسر. زين، لا هالنوب الحاجب واللصقة مو في الرأس، اللصقة في الجانب ماذا؟ على الجانب الأيمن. إذا على الجانب الأيمن نقول له رأسك سليم الحمد لله، ما عليك غسل، عليك أنك تغسل تشيل هاي اللصقة مثلا هذا الحاجب وتغسل مكانها، خلاص تغسل مكانها. هني الجانب الأيمن تم، باقي عليك تغسل الجانب الأيسر. زين، إذا هذا طبعا لمن يشترط الترتيب، أما إذا ما يشترط الترتيب، ما يشترط الترتيب خلاص شيلها وغسل محلها وانتهى الموضوع، ما يشترط الترتيب ما بين الجانبين قلنا له، وبأي نحو بأي كيفية يكفي بالنسبة لغسل الجانبين. فإذا هذا الذي لا يشترط الترتيب بين الجانبين بس خلاص زيل الحاجب واغسل مكانه وانتهى الموضوع. بس الكلام وينه؟ الكلام لمن يشترط الترتيب بين الجانبين. فهنا إذا كانت على الجانب الأيمن شيل هاي اللصقة وغسل مكانها، وبعد ذلك تغسل الجانب ماذا؟ الجانب الأيسر، لأن أنت توك فارغ الآن من الجانب الأيمن. ها، أما لو كانت على الجانب ماذا؟ الجانب الأيسر، بس خلاص شيل هاي اللصقة واغسل مكانها وانتهى الموضوع، الحين تم غسلك. مسألة أخرى، لا هذا أمر آخر يمكن تصير من القضية الجبيرة مثلا، أو تصير عليه القضية التيمم، هذا تفصيل آخر بالنسبة إلى أمر الجبيرة، أنه إذا يتضرر مثلا وهل فيه كسر مثلا أو حارق، لأن إذا يمكن إذا حارق ما يكفي ماذا؟ ما يكفي يسمونه الغسل أو المسح على الجبيرة، بيلزم التيمم وكذا. فالجبيرة إليها بعد شروطها مثلا أن يكون عن كسر مثلا أو قرح أو جرح وكذا، هذاك تفصيل أمر آخر. كلامنا لا بالنسبة لمن لا يتضرر. زين، سؤال آخر، هذا الغسل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء؟ هذا الغسل يكفي يجزي يعني يكفي عن الوضوء لو ما يكفي عن الوضوء؟ طبعا الفقهاء كلهم على الظاهر يقولون إذا كان الغسل غسل جنابة، الجنابة يجزي عن الوضوء. مو البعض يسأل الله يحفظهم، زين انتم قلتون الغسل يجزي عن الوضوء، إذا خرجت من الحمام جلكم الله يحتاج أمسح على الرأس والرجلين أثبت بعد؟ يقول لي لا عافاك الله ما يحتاج تثبت ولا شيء، الغسل يجزي عن ماذا؟ عن الوضوء. بعد لا تتوضأ لا قبل الغسل ولا ماذا ولا بعد الغسل. واحد يقول إنزين أنا أريد أستخدم صابون وشامبو وكذا، نقول عافاك الله عليك بالعافية، استخدم صابون واستخدم كذا، أنت مطلوب منك ويش؟ مطلوب منك غسل، اغتسل. عاد أول استخدمت مثلا هذه المنظفات وبعدين اغتسلت، أو بعد أو أول شيء اغتسلت وبعدين استخدمتها، إحنا ما علينا، أهم شيء إنك تجيب ماذا؟ تجيب الغسل المطلوب منه، بحيث إنه تزيل النجاسة، تزيل الحواجب وكذا،
إذا جبت الغسل بأجزائه بشرائطه ما علينا منك. أول شيء استخدمت المنظفات شامبو ديتول مثلا صابون ما أدري شنو وبعدين اغتسلت أو العكس ما يفرق ما في مشكلة، لكن أهم شيء إنك ماذا تغتسل. وقلنا تغتسل بنية، مو واحد مثلا يجي إلى أجلكم الله الحمام هو الأجنب وعقب ما أجنب جاء إلى الحمام وتنظف صابون شامبو ديتول ما أدري وإيش كذا زين وغسل رأسه بشامبو غسل زين ما زين وغسل جانب وغسل بدنه، بس ما قصد إنه يغتسل غسل جنابة، وإنما من أجل وإيش غسل من أجل نظافة، يعني غسل رأسه وشامبو وغسل الماء وصل إلى بدنه كله. لكن هذا 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 هذه السباحة تكفي ما تكفي؟ ما تكفي؟ ليش ما تكفي؟ لأن ما نوى، أنت لابد أن تنوي. ولذلك إحنا هني نسأل مسألة أخرى، إذا اجتمعت عليه عدة أغسال، لكن إحنا ما جاوبنا المسألة هذه الظهر، فخلنا نجاوبها أول شيء قبل لا تجتمع عليه عدة أغسال. الآن بالنسبة إلى الغسل يجزي عن الوضوء لو ما يجزي عن الوضوء، قلنا ها إذا كان غسل جنابة قلنا كل الفقهاء ظاهرا يقولون بأن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، لا حاجة للوضوء لا قبل الغسل ولا بعد الغسل. ثم أن الفقهاء كثير من الفقهاء قالوا حتى مو بس غسل جنابة، كل غسل ثبت ماذا استحبابه أو غسل واجب، إذا كان غسل واجب أو غسل ماذا ثبت استحبابه مثل غسل يوم الجمعة مباشر الجمعة ها باكر الجمعة، إذن ينبغي له أن يغتسل غسل يوم الجمعة وهذا ثابت استحبابه، ما حد يقول أن هذا الغسل مو مستحب. وعندك من طلوع الفجر إلى طلوع ماذا إلى الزوال، وبعضهم بعد ما أكون خلاف بالنسبة إلى وقت الغسل، بس الأكثرية الظاهر إلى الزوال وتقدر تقضيه إلى ليلة السبت قضاء. فعلى العموم أن هذا الغسل يكفي عن الوضوء لو ما يكفي عن الوضوء، طبعا المسألة خلافية بين الفقهاء بالنسبة إلى الأغسال المستحبة. ها الأغسال المستحبة تكفي عن الوضوء، ذكرنا بعض الفقهاء سواء كان غسل واجب أو غسل مستحب، لكن ها لابد تتأكد أن هذا الغسل المستحب ثبت استحبابه. لعله كثير من الأغسال يقول لك مستحب جيبها رجاء مثلا رجاء المطلوبية وكذا، ها مثلا خل نفرض على أنه يستحب الغسل عند قتل الوزغ مثلا أجلكم الله زين، هذا ثابت استحبابه أو لا؟ الآن ما أدري أن ثابت استحبابه أو مثابت استحبابه، خل نفرض على أنه تأتي به رجاء، فإذا كان تأتي به رجاء فهل يجزي عن الوضوء؟ طبعا لا، قالوا لا ثبت استحبابه. أكو بعض الليالي في شهر رمضان مثلا، أكو بعض المناسبات أيام عيد وشكذا، هناك ثابت استحبابها، فبالتالي هذا الغسل يجزي عن الوضوء. لكن عند بعض الفقهاء بعض آخر لا ما يجزي ما يكفي عن الوضوء، لا بد من الوضوء. ولذلك الآن لعله السيد الخامنائي والسيد الإمام الخميني الظاهر أنهم يكتفون ماذا حتى الغسل المستحب لو واحد اغتسل غسل الجمعة وهو على حدث وبيروح يصلي صلاته ما يعتبرها صحيحة كأنما هذا صلى بلا طهارة، ولذلك لا بد أن يلتفت لهذا الأمر أنه دائما يصلي فقط يغتسل ويروح يصلي. إذا كان يقلد السيد القائد مثلا يقلد السيد الإمام الخميني هذا ما يكفي ظاهرا، نعم إذا كان يقلد السيد السيستاني يقلد الخوئي مثلا فهنا بالنسبة إلى هذه المسألة قلنا مسألة خلافية. هناك من يرى الإجزاء، أن السيد فضل الله أيضا يرى الإجزاء، أن هذا الغسل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء يرجع للفقيه إلا يقلده، المسألة خلافية. الاحتياط وش يسوي إذا أراد أن يحتاط؟ إذا أراد أن يحتاط خلى قبل لا يغتسل خلى يتوضأ أول، إذا توضأ خل بعد ذلك ماذا يغتسل وانتهى الموضوع. لكن ها مو في غسل الجنابة،
في غسل غير الجنابة. أما الجنابة قلنا ليس فيها ماذا؟ ليس فيها وضوء لا قبلها ولا بعدها. إذا اجتمعت عليه عدة أغسال, إذا اجتمعت عليه عدة أغسال على مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة وغسل دخول مثلا الحرام وغسل كذا, اجتمعت عليه عدة أغسال مثلا هني, بإمكانه أن ينويها كلها في غسل واحد ويغتسل عنها كلها وانتهى الموضوع. نساها ما تذكر إلا وإيش غسل غسل الجنابة. يقولون غسل الجنابة ماذا يكفي عنها أيضا. زين الآن يقدر بعد يغتسل الغسل الأول عن يوم الجمعة, الغسل الثاني يغتسل عن لبس الإحرام, الغسل الثالث عن كذا, فبيغتسل غسل غسل عن كل واحد ما في مشكلة إن شاء الله. لكن إذا اغتسل غسل الجمعة وذكر إن عليه وإيش جنابة مثلا, غسل الجمعة يكفي عن الجنابة, الأغسال المستحبة تكفي عن كذا, هنا كلام عند الفقهاء وخلاف عند الفقهاء. بعضهم يرى الأجزاء وبعضهم لا يرى الأجزاء. الاحتياط إنه ماذا؟ إن الواحد يحتاط, فإذا يا يغتسل الجنابة أو ينوي الجميع مثلا وانتهى الموضوع. ثم أن هناك غايات لهذا الغسل, كالصلاة لا تصح الصلاة إذا واحد عليه ويش جنابة إلا صلاة الميت, إلا صلاة ماذا الميت, لا يشترط فيها أن يكون على طهارة. أما بالنسبة إلى الصلوات الكذا, حتى الصلوات المستحبة ما يصير يصليها بماذا؟ بجنابة. فإذا الصلاة كذلك بالنسبة إلى الصيام يصير يطلع عليه الفجر وهو على جنابته ما يصير. فإذا الصوم مشروط بالطهارة, الصلاة مشروطة بالطهارة, الطواف إذا يريد يطوف حول البيت شرفه الله تعالى يشترط فيه ماذا أيضا؟ الطهارة, أن يغتسل, وإلا فطوافه باطل. بل يحرم عليه عدة أمور حتى دخول ماذا؟ دخول الحرم. يصير يدخل الحرم هو على جنابته؟ ما يصير, لا الحرم المكي ولا الحرم النبوي ما يصير يدخله على جنابه. بل الظاهر أنه إذا كان هناك نائم مثلا وأجنب بالاحتلام أو كذا يتيمم ويطلع بسرعة بعد ما يبقى, ما يصير يبقى. ولذلك من ضمن هذا الفرق ما بين المسجد الحرم, الحرم المكي والمدني وبين سائر المساجد, سائر المساجد يعني اجتيازا يدخل من باب ويطلع من باب ما في مشكلة. أما بالنسبة إلى الحرمين المكي والمدني حتى الاجتياز ما يصير, يعني يدخل من باب ويطلع من باب وهو مجند ما يصير. نعم بالنسبة إلى سائر المساجد البقاء المكث, يجي يقعد مثلا في المسجد وكذا أو بيجيب أغراض وبيحطها في المسجد ما يصير. فهذه من ضمن الأمور التي تحرم على المجنب وهو البقاء في المساجد, ما يصير يبقى حتى لو أرض خريبة مسجد ما يصير يبقى فيه. كذلك مس كتابة القرآن الكريم, كتابة القرآن الكريم بعد ما يصير يمسها وهو على جنابته, لا يمسه إلا المطهرون. قراءة العزيمة أيضا, وش هم العزائم؟ ألف لام ميم سجدة, حاميم السجدة, الفلق, فهم أربع بالنسبة إلى العزائم, ألف لام ميم سجدة, حاميم السجدة, الفلق والنجم, هذه أربع. هم ما يصير ماذا أيضا يقرأ العزيمة, آية العزيمة أو سورة العزيمة, خلاف بين الفقهاء, ينبغي الاحتياط. وكذلك بالنسبة إلى القرآن, سائر القرآن أيضا يقول لا يزيد على 7 آيات, وتشتد الكراهة بالنسبة إلى بعضهم يقول إلى 70 آية وما شابه ذلك. فهناك جملة من المحرمات على المجنب, إلا أنه بالنسبة إلى الأغسال, بالنسبة إلى كيفية الأغسال, تشترك الأغسال في كيفية واحدة, سواء غسل
الجنابة أو غسل الحيض أو غسل النفاس أو غسل الجمعة، الأغسال المستحبة، الأغسال الواجبة، كذا كذا، كلها تشترك في كيفية واحدة، الرأس مع الرقبة، ويغسل الجانب الأيمن، الجانب الأيسر، كل الأغسال ماذا؟ كيفيتها واحدة، إلا أن هناك غسل يختلف. أي غسل هو؟ غسل الميت. غسل الميت يغسل بماذا؟ بثلاثة أغسال: بماء القرى حولا، وبعد ذلك ماء السدر، وماء الكافور. فإذا تغسيل الميت يختلف عن بقية ماذا؟ بقية الأغسال، فإنه يغسل بالقراح وبالسدر وبالكافور. وأسفي عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هل غسل بالماء القراح؟ هل غسل بماء السدر؟ هل غسل بماء الكافور؟ قال الشاعر: غسلته السيوف، ماء طهورا كفنته الرياح، سافي ذراها شيعت نفسه الرماح، وأمسى قبره في قلوب ماءٍ ولاها، روحي فدا لك يا الذي للغسل ما نال ولا الجسد منا انحمل من فوق شيء، ولا الجنازة هللت من خلف هرجة، ما حد حفر قبرا ورا جثة في الكافور تربة، والغسل دمه الجاه، والكفن فصلاه أبو محمد بواه، وقبره بقلب أختال خذوها بجمل عاه، وقلب الذي قضاه زمانا في بواج الميت. إذا مات الخلايق تحضر جهازه ويصيح صايح في البلد عدكم جناه، وتتساعد العالم على سرعة وجاه، يا سلام قوموا اكسبوا من الله الأجر فيه، وابن البتولة ما حصل واحد ينادي، قوموا نواري بالثرى مهجة الهاد، حصل منادى تركبوا ظهور العوادي، وخلوا بنات الأعوجية تصعد عليه. آه ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء، يا الله تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، أيد وانصر علماءنا العاملين، وارحم الماضين. اللهم فك أسراءنا، رد مغربينا، ارحم شهداءنا،
اللهم شافي وعافي جرحانا ومرضانا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا، إنك على كل شيء قدير. إخواني بالنسبة إلى الوقت طبعا قدم 10 دقائق، فعوض 10:30 سوف يكون الوقت ماذا؟ وقت القراءة 10:30 بإذن الله تعالى، من ليلة غد إلى آخر الليالي المقرر قراءتها إن شاء الله.